وهي يطلع لنا شريكة من غامض علمه. شريكة بشو؟ ولك فشرت بنص عينها وحياة عينك ما عاد تسترجي توب صوبنا. لا ما عاد تسترجي توب صوبنا ما شاء الله. وإذا أبوك بده إياها شو بيطلع بيدك تعمل؟ لا يا أبو النوش، لك أنا عامر، أبي صار فوق 50 ولاده صاروا بطوله. والله حاسك أنت الأب وهو الابن مو العكس. ناجي، نحن اجينا لهون لحتى نحكي بالقصة ونحلها، مو مشان تقعد تشمت. عمورة، القصة بتنحل إذا بتقعد مع أبوك وبتقنعه إنه يبعد عن المخلوقة. هلا إذا ما رضي بنلاقي لنا طريقة تانية مشان نخليها هي تبعد. اشرب أبو بدك اشرب. بترجاكي ما تخلي اللي صار اليوم يخرب علاقتنا. انت ما دخلك، بس يبدو انه كل شيء عم بيصير عم بيكون ضدنا، وهذا فال ما نو حلو. كم يوم وبتهدى القصه. يا ستي إليك علي انه خلي عامر يجي لعندك لهون ويعتذر منك. لا لا صلاح، كرمالي ما تعمل هيك، ابنك عامر لا يمكن التفاهم معه. اسفه اني عم بحكي هيك، بس يعني هاي الحقيقه. بعرف ابني وبعرف شو بيساوي. طيب أنا بحكيكي بتطمن عنك. مو اتفقنا ننسى هالقصة؟ صلاح، اللي عم بيصير بيناتنا ما في أمل منه. ولادك لا يمكن يخلوا حدا ياخدك منهم. هدول ولادي، ولادي أنا، وأنا بعرف كيف حل مشكلتي معهم. أنا ما رح أرجع أخسرك مرة تانية. طيب وينو أبوكي؟ لسه ما أجي. شوفي طبعاً، لأنه عن ست الحسن والجمال. على مين قصدك؟ على الدكتورة فرح؟ ليش أنت بتعرفي كمان؟ شو بدي أعرف؟ قصة الدكتورة البطيخة. لا ما بعرف كتير تفاصيل، بس حسيت إنه في شي بينه. أبوك بيعرفه من زمان كتير. بالله، وليش عم تحكي عن الموضوع بهالطريقة الرومانسية يعني؟ شو أبوك ابن 20 سنة؟ ييه، وانت ليه متضايق كل هالقد؟ بيطلع له بعدين يحب وينحب ويكون يتزوج كمان. يعني ليش لازم يضل أمه قبل لنا كل عمره؟ تعرفي شو؟ أنا الغبي اللي عم بحكي معك. اتزاكى ولا بقى تحكي؟ ما أتني عندي المسار. أمي تفضلي، هاي السرة اللي قلتي لي عليها. خليها بإيدك تقبريني بالسفتحية. إيه بأمرك يا أمي. يا سلام شو حلوين، من وين هدول أمي؟ تقبريني ما توغزيني، ما جبت لك سيرتون لأنه هدول اللي بقيوا من صيغتي، وكنت حاطة ببالي إنه لبسك وحدة منهم يوم عرسك. إيه معناتها خليها بالسرة لأنه مطولة لتطلع. إيه لا، البسيها بإيدك، هي بالنهاية إلك. والتانية أمي؟ التانية متى ما الله أخذ أمانته تكون تنبلشوا فيه تغسيل وتكفين وجنازة، وتكون تجيبوا لي قبر جنب أبوكي بعدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمي، كم مرة قلت لك إنه أنا ما بحب ولا هذا الحكي؟ الله يخلي لي إياكي ويديمك فوق راسي، بس من بعد إذنك هاي السرة ما رح أقرب عليها. لا تقبريني، حطيها بإيدك هلا الله يرضى عليك. أمي، طول ما فيني نفس وقدراني أني أشتغل ما رح أقرب عليها مستحيل. يا ربي يرضى عليك ويبيض بختك وأيامك كيف ما فتلتي يا زينب.